هي مامتي. حتى باش نحكي عليها ما غاديش نقدر، لان صعيب الحال انك تحكي لشي حد، وبالخصوص كون هي اللي ولدتني. وهي اللي مني خرجت للزنقة، هي اللي سمعتني. وملي كنت كنبهس برا، حتى واحد ما كان كيتفكرني ولا كيفكر ليا كي واش كلت واش شربت. ملي اختاريت انني نوصل للهدف ديالي، لان الاب ديالي كان كيصلي وكان ملتزم، هو خوتي وخواتاتي. الوغ انا تسميت كما كنقولوا بالمغربيه ضلع عوجه، واخا العائله ديالي واخا كلشي هضر عليا، ما هضر عليا خايب، كانت مامتي ديما معايا وديما كتشجعني وديما كتقول لي تهلاي في راسك وكولي، وكتهز الفلوس من الدار واخا مصروف يعني، وكانت الحاله على قد الحال. هي مامتي بوحدها الوحيده اللي ما سمحتش فيا، واللي كانت ديما كتوقف جنبي، واخا ما كنقدرش نعبر ليها على داكشي اللي كنحسو انا، لكن الله يطول هي في عمرها. بالنسبه ليا الميساج اللي نبغي نوصله لكل مراه على التجربه اللي عشتها، نبغي كل مراه ولو المجتمع ديالنا صعيب صعيب لدرجه ما كتخيلش، لكن تيقوا بيا ان اللي عندها هدف وعندها طموح باش توصل لهدفها وتحققه، ما تخافش، دير ربي قدامها ويكون ايمانها قوي بالله، ودير هدفها بين عينيها وتوكل على الله.